سيدي فلتطمئن، لن نخيب آمالك وسنبذل جهدنا لكي نكون قوات سلام تلبي النداء وتحقق الانتصار، وسنبذل كل ما نستطيع من أجل أن نقوم بحماية السلام العالمي. لن أسمع هذا الكلام الآن، فكونكم ستنتصرون أم لا أمر لا تقرره ولا أقرره أنا، بل تقرره قدراتكم. انتباه، سنلبي النداء ونحارب، سنلبي النداء وننتصر، سنلبي النداء ونحارب، سنلبي النداء وننتصر. أنت مجددا؟ هل قواتك الزائدة تخرجها في ملعبي؟ أي أوامر أخرى؟ لا. لما تستسلم أيها البطل؟ يمكنك المحاولة. الحظ ليس في صفي هذه الأيام، لما كنت أتخيل أن الصغيرة التي كنت أعلمها ألعاب القتال كبرت وهزمتني. يا للعجب. كوري، لقد حذرتك سابقا، لن تستطيع الهروب مني. لا، منذ أن عدنا من ليبيا وأنا أشعر بشعور ما ولا يمكنني الانتظار.